مروان معاكم كباتن، نبتديها بماتش الاهلي المصري بكره. واحد من اللاعبين دول ممكن تتوقع انه يتالق؟ بيرسي تاو، فخر الدين بن يوسف، لاعب ممكن انت من وجهه نظرك مودست. مودست اتوقع لاعب الجديد. لاعب جديد في الاهلي. بيرسي تاو. بيرسي تاو. طيب لاعب كنت تتوقع استمراره مع الاهلي؟ علي لطفي، محمد شريف، عمار حمدي. علي لطفي. محمد شريف. لا لي ما عندوش مهاجم دلوقتي غير مودست يعني. ليه عنده؟ يعني قصدي المباراه زي بكره يعني العدد قل يعني. علي لطفي عشان ما كانش فيه بديل للشناوي يعني. تمام. ويمكن محمد شريف في وقت ما اتأيدش اللاعب المودست في الماتش اللي فات كان في محتاج لاعب زي ده. طيب لاعب هيتأثر الاهلي بغيابه من المصير؟ كهربا، صلاح محسن، حسين الشحات. يا كهربا يا الشحات يعني بالنسبه يعني بين الكهربا والشحات. لو مودست هيبقى معوض لكهربا فحسين الشحات طبعا هيبقى مؤثر. حسين الشحات ماشي. افضل صفقه للاهلي مودست اللي انت لسه ما شفتوش ولا امام عاشور ولا رضا سليم؟ بحكم اللي شفناه رضا سليم في وجهه نظري. يعني فنيا امام عاشور اللي شو اللي اعرفه لا طبعا اضافه رهيبه يعني. طيب نروح لفريق سموحه. الحقيقه افضل صفقه من وجهه نظركم لفريق سموحه، مصطفى البدري ولا حمدي علاء ولا تفعيل بند الشراء لحسام حسن؟ حسام حسن في وجهه نظري. حسام حسن كميته مع اسمها ماشي مظبوط بالظبط كده. طيب افضل صفقه للمصري اللي احنا كنا بنتكلم عليه الحقيقه، باهر محمدي ولا محمود حماده ولا فخر الدين بن يوسف عبد الرحمن؟ محمود حماده. استاذ محسن باهر. طيب افضل صفقه بقى في الدوري السعودي، هنروح لمنطقه ثانيه، متروفيتش ولا بنزيما ولا افضل واحد في الثلاثه دول يعني؟ افضل صفقه يعني بنزيمة. مثلا مالكم احسن من الثلاثه يعني مالكم مثلا، لكن دلوقتي عموما متروفيتش عامل مع الهلال شغل عالي يعني. بس طبعا شايف ان ممكن بنزيما اعلى منه يعني اسمه عالي جنبه ركبه دلوقتي. عبد الرحمن بشكرك، نورت شرفت وبسعد بوجودك دايما. بص البلديه والجونه والداخليه هيبطوا. انت بتتكلم على اللي هينزلوا. انا بسجلهم بس عشان اخر السنه لما يعني انت النهارده الدوري اول ماتش النهارده في الدوري اول ماتش مش لسه ما خلصناش من اول اسبوع. انت بتقول لي مين اللي هينزل بقى الموسم ده؟ البلديه والجونه والداخليه. بلديه جونه داخليه، انا هكتب الورقه دي واخليها عندي. والداخليه يلا بينا. بس عادل عوض ولا ايه؟ لا لا مش عايز اقول لك برضو في ناس ذاكرت وفي ناس لا. من عبد الرحمن استبق، فعايز برضو اتكلم في جمله على ماتش الزد والاسماعيلي بكره. طب قول لي وجهه نظر دي ايقونه الدوري السنه دي ما بين الماضي العريق اللي هو نادي الاسماعيلي والحاضر القوي اللي هو نادي زد. هنشوف ده بكره في بكره الفترة. بكره ماتش حلو برضه، ماتشات بكره حلوه الحقيقه. محسن بشكرك. شكرا جزيلا كابتن رحمان. بشكرك. شكرا. اتمنى التوفيق كل التوفيق ان شاء الله لفرقنا المصريه المشاركه في بطولات افريقيا. يمكن محسن كان بيتكلم على مودرن فيوتشر واموره صعبه، لكن عندهم فرقه حلوه وعندهم خبرات خلاص في